يسعد صباحه دكتور، أهلين يا خالد، كيف صباح الخير؟ كيف أمورك؟ نخليك نحمد الله. كيفك انت؟ كيف عندكم امتحانات أنتم بالهندسة ولا كيف؟ والله مشاريع. تسليم مشاريع، بدي أقول إنه فيش حد غيرك، مش عارف شو والله مشاريع والله. بتسلموا يعني أونلاين ولا كيف؟ لا قاعدين بنشتغل فيها ومنناقش، والتسليم ب 25 مشروعين وب 31 كمان مشروعين. بتروحوا بتسلموا في الجامعة ولا أونلاين؟ بالجامعة؟ لا بالجامعة، بتسلموا في الجامعة بس المناقشة وهذا كله أونلاين. كله أونلاين بالضبط. فهمت عليك، ممتاز ممتاز. طيب بس خلينا نتكلم بشكل عام عن الامتحان. زي ما حكينا المحاضرة هاي حتكون فقط مراجعة، وإذا في أي أسئلة زائد الامتحان. هاي صفحتنا الرئيسية على اللي هي التعليم الإلكتروني، أنا حسجلها وأرفعها المحاضرة عشان الطلاب اللي ما حضروا يستفيدوا، عشان طبيعة الامتحان والأسئلة. أهم شيء إنه تعبئة الاستبيان سواء كان على منصة التعليم الإلكتروني أو سواء على منصة الامتحانات ضروري قبل الامتحان. هلا زي ما أنتم بتعرفوا امتحاننا حيكون يوم الأحد ب 31/1 الساعة 2، الساعة 2 يا خالد بالضبط. لازم تكونوا في، يعني قبل ب 5 دقائق بتفوت على المنصة، تنتين ببلش الامتحان. الامتحان ساعة فقط لا غير. هلا المادة اللي داخلها هي المادة كاملة، اللي بتعرف هي مادة برمج ما فيش فيها فصل، اللي هي سي بلس بلس، كتاب دايتر، اللي هي 5 شباتر، الشابتر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. كمواضيع هيهم هون، إذا رحت على 3 دبليو سكول اللي هي المواضيع اللي غطيناها كلها، اللي هو كيف نكتب السنتكس، الجمل، الأوتبوت، الكومنت، تعريف المتغيرات، كيف نسوي إدخال للقيم من خلال ساين إن، أنواع الداتا تايب، الأوبريشن اللي أخذناها، سترينج، ماث، بوليان، هي أنواع من الكونديشن اللي أخذناهم، جمل الدوران، الواي والفور والبريك والكونتينيو والأري، المصفوفات أخذنا كمان، والبوينتر والفانكشن. أوكي، هاي المواضيع كاملة زائد اللي هو الفانكشن بس. هلا الكلاس كان ما كان معنا وقت نكمل في يعني ادفانس مواضيع الكلاس، احنا مش داخله معنا. اذا اخر موضوع اخذناه اللي هو كان البوينتر، وتنسوش الفانكشن اللي اخذناه. عشان تكون طبيعه الامتحان هو ساعه، فبالتالي يعني الاسئله سوى ما وضعت بس معدلها من 20 ل 25 سؤال، لن يزيدوا عن 25 سؤال. هلا اذا حطيت، يمكن يكون غالبا تصوري مبدئيا انه يكون 20 سؤال، هدول ال 20 سؤال يكون عباره ما بين مالتيبل شويس، ترو مالتيبل شويس، مجموعه اسئله ترو فولس، واسئله حتكون لكم شورت انسر. شو معنى شورت انسر؟ يعني مثلا بجيب لك برنامج معين، بقول لك شو بيعطي، شو بيطبع اوتبوت، انت بدك تدخل، يعني ما حتلاقي جواب، انت بدك تعطيني الاوتبوت، مثلا بيطبع 10، بيطبع 20، بيطبع مثلا بسام، وريفر، انت بدك تيجي تحط المؤشر وتسوي عمليه الطباعه. وحيكون سؤال زي ما شفنا في الامتحان الكويز، سؤال كتابة برنامج، حيكون كتابة برنامج كامل، يعني مثلا باجي اقول لك برنامج، اكتب برنامج سي بلس بلس، تدخل له رقمين يطبع لي المجموع. هلا حيكون في مكان فاضي، هلا برجع لك، بدك تروح تطبقه على الكومبايلر وترجع تنسخه برجع لك. اما انا بالنسبة لي البرنامج بده انك تنتبه للوقت. هذا البرنامج تكتب برنامج سي بلس بلس، اتاكد انك قادر تكتب برنامج كامل سي بلس بلس. هلا اذا سويت طبيعه الامتحان بالشكل هذا، حيكون عندك عباره عن 20 مالتيبل شويز، وحيكون يعني علامتين هاي 40، وبكون كتابه برنامج عليه 10 علامات، هي ال 50 علامه. واضح؟ هلا ال 20 مالتيبل اسئله متعدده او ترو فولس او شورت انسر، وحركز ان يعني حيكون يعني ممكن يكونوا 10 ما بين ترو فولس و10 شورت انسر. انا بدي اشوف انت بتعطي، ما بدي اشوف الجواب عندك وتعطيني اياه. هلا انا حسب هذا انه كل فقره معدلها بدك من دقيقتين لثلاث دقائق يعني عشان تحلها. في 20 يعني مثلا دقيقتين في 20 سؤال، هي 40 دقيقه، وسؤال صغير بكون كتابه برنامج ابو ربع ثلث ساعه. هيك هيك طبيعة الأسئلة حتكون إن شاء الله على امتحان الفاينل. هلا إذا بدك تقعد تستعين بصديق أو تدور، ما حيقضيك الوقت، خد مني من هلا أنا بعرف. أما إذا قعدت تقرأ الأسئلة وتجاوب مباشرة، بيكون معك وقت كفاية إنك تقرأ السؤال وتجاوب، خاصة المالتيبل شويس حيكون الإجابات قدامك، في منهم 10 على الأقل، وفي شورت أنسر يعني السؤال مكتوب بدك تتبعه، تسوي تريسينج عليه وتشوف شو بيعطي أوت بوت.
وبضل عندك سؤال كتابة برنامج، إنه حتكتب برنامج سي بلس بلس بده يكون كامل. شو معنى كامل؟ يعني من أول كلمة لآخر كلمة، يعني من كلمة include IO stream حتى retain zero وتسكر المين اللي هو برنامج. هاي تصور إلى الأسئلة إن شاء الله، وحتكون جميع المواضيع، وحتى بتكون تركزوا شوي على المواضيع اللي أنتوا ما أخذتوها. يعني مثلا إحنا مثلا الأري والبوينتر هذول كانوا في في مادة اللي هي مادة الفاينل، كانوا أكتر تركيز، ما جبناش إيش عنهم في مادة الميد. مادة الميد وصلنا لعند الفانكشن كان داخل معنا، مظبوط أي خالد؟ الفانكشن والأري الري أولها كانت بدايتها بالضبط، بس كأري الري وتمرير باراميتر وتعامل معها، وهذا هاي المواضيع ما كانت داخلة معنا في مادة الميد. فبدك تركز مثلا على المادة اللي أنا ما امتحنتك فيها، يعني هيكون فيها جزء كويس من الأسئلة، أوكي؟ يعني لا يقل عن خلينا نقول ثلث الأسئلة حتكون على المادة اللي ما امتحنت فيها، زائد إنه بدي أغطي المادة كاملة أرجع مرة تانية في الأسئلة. واضح؟ هلا بالنسبة ليوم الامتحان مش بحاجة إنك تيجي على موقع التعليم الإلكتروني اللي هو هاد، أنت بس مباشرة فقط عليك تروح على منصة الامتحانات اللي هي الجيو ال ام اس. هاي المنصة بتدخل عليها، لما تدخل على منصة الامتحان على مادتك في استبيان، هذا ضروري قبل يوم الامتحان او الايام هاي، جاوب على الاستبيان هذا وخلص منه. يعني هتلاقي شيء ما هي الامتحان النهائي، شايف؟ ما عليك الا على الساعة 2 تكبس عليه وبيبدا الامتحان، 3 بيسكر. هلا انتبه ان النقطة هي مهمة جدا، فكر الطلاب لما بيجي بيدخل 2 و5 2 و10 انه بده يكون معاه ساعة، لا، اللي هي الساعة من 2 لل3، هاي هي الساعة. واضح الأمور؟ يعني إذا دخلت ساعة 2:15 2:30 أنت على 3 حيسكر الامتحان. واضح؟ هاي التعليمات الامتحان مش عندي في كل المواد، لأنه هاي منصة مجهزة على الموقع الجي يو ال ام اس إنه امتحان دكتور بسام سيادة برمجة من 2 لل3 يوم 31/1، بتسكر تلقائيا يوم 31/1، أوكي؟ هاي الشغلة ضرورية. فبالتالي انت قبل الامتحان بخمس دقائق بتدخل على الامتحان، بتكون جاهز، تنتين بتبلش تجاوب على الأسئلة، وكون مجهز حالك، يعني يكون النت عندك كويس، اذا كان شغال على لابتوب اشحن اللابتوب تبعك، فبالتالي او على تلفونك يكون في نت، او يكون مشحون التلفون. في بعض الطلاب بفصل تلفونه بكون مش منتبه على شحنه، انت عندك في امتحان ساعة بدك تجاوب عليه، فيكون تلفونك او اللابتوب مشحون، الانترنت موجود عندك، كفايتك حزمتك او شيء يكون بشكل جيد. هلا اخر شيء بدي احكي عنه اللي هو بالنسبه للتجميع، التجميع هلا ان شاء الله بعد المحاضره مباشره برفع لكم اياه. هلا اذا في اي مشاكل والله شيء بتتواصل معي على الخاص. التجميع جاي من العلامه نزلت، هي نزلت على الموقع، بس ترفعها هون على منصه التعليم الالكتروني. انا والله شيكت عليها امبارح بالليل، لانك حكيت اول امبارح انه على بكره، بس لما فتحت على الموقع لا لقيتها. لا، موقع التسجيل نازلة، بس مش نازلة تفصيل علامة المشاة اللي هي 25، بدي انزل لك اياها، علامة الميد وعلامة الاسايمنت وعلامة الكويز اللي هو كل اساسا انت عارفها، بس انا للتأكيد بدي انزلكم اياها على منصة التعليم الالكتروني. هلا اي ملاحظات شيء تواصل معي من خلال الجروب تبعنا، وان شاء الله تكون الامور جيدة. في اي استفسار يا خالد؟ ولا شيء والله، بالعكس بدنا نتشكرك. اي نعم، ما اتحت لنا الفرصه انه نتعرف عليك دكتور. بنشوفكم ان شاء الله. انت خريج هذا الفصل ولا لسه؟ لا والله لسه. وين بتمر علينا ان شاء الله؟ اذا رجع الفصل الثاني دوام بتمر علينا ونشوفكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله دكتور، وسامحنا اذا اصطرنا معك. بس المهم ركز في الماده، الاسئله ما حتكون برا الماده، يعني من الماده، بس انا بركز انه انت تجاوب، ما بدي حدا يجاوب عنك او تاخذ من صاحبك، او رجاء يا خالد ما بدي اي مساعده لاي حدا، مش انت، الكل بحكي انا، الجميع، يعني تعبك بدك تاخده انت، مش تعبك يتوزع على الجميع بصراحه. ولا يهمك دكتور. اوكي، اي استفسارات تواصلوا معي على الجروب باذن الله. ولا يهمك، في اي سؤال في شيء غيرك يعني اللي جاي على المنوع اليوم، الباقيين هلا بعد المحاضره برفعها، عشان اي واحد بده ملاحظ شيء يبلغ الشباب اللي ما حضروا، اذا بده يعرف طبيعة الامتحان يرجع يحضر الفيديو، فبيكون موجود على منصة التعليم الإلكتروني إن شاء الله. يعطيكم العافية. الله يعافي عمرك دكتور. أهلين يا خالد، سلم على الشباب كلها. بوصل دكتور. أهلين يا خالد. يا هلا حياك.